مع حضراتكم لمتابعة أحوال الطقس. النهاردة بيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا. والتفاصيل أكتر عن الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك وكل سادة المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا دكتور. يعني احنا بقالنا 3 أيام تقريبا انه الجو برد, والنهارده انا حاسه ان البرد زايد شويه. هل ده حقيقي ولا الجو خلاص ابتدى ياخد, احنا كمان بعد كام يوم خلاص فصل الشتاء المفروض هينتهي؟ هو طبعا كل سنه وحضرتك طيبين. فصل الربيع بيبدا يوم السبت ان شاء الله, ولكن احنا متعودين دايما مع بدايه الربيع بتستمر معنا الاجواء الشتويه. عشان كده يعني المعتاد ان تخفيف الملابس يبدا بعد شم النسيم. فاحنا بنفضل زي ما احنا مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال هذه الفتره, خاصه اللي بيبقوا متواجدين خارج منازلهم فترات الليل الساعات الاولى من الصباح. مهم جدا استمرار الملابس ارتداء الملابس الشتويه عشان ما نصابش بنزلات برد خلال هذه الفتره. طبعا احنا شايفين الفيروس اللي موجود, فبنحاول نامن نفسنا على قدر الامكان وعلى قدر المستطاع لتشابه الاعراض. فهنحاول نامن نفسنا من عدم الاصابه بنزلات البرد خلال هذه الفتره. شبوره مائيه هي الظاهره الاكثر تاثيرا خلال 72 ساعه القادمه, سواء على الطرق الزراعيه او على القريبه من المسطحات المائيه. يعني درجات الحراره يا دكتور هتكون في هذا المستوى ولا هيكون في ارتفاع لدرجات الحراره في 72 ساعه القادمه؟ لا, هو خلال 72 ساعه نفس مستوى درجات الحراره اللي احنا بنشهده ده خلال فترات النهار وفترات الليل ايضا. فعشان كده بنقول بنستمر في ارتداء الملابس الشتويه. بالنسبه طبعا للشبوره المائيه فهي اكثر تاثير خلال هذه الفتره. القياده بهدوء على الطرق اثناء انخفاض الرؤيه بقدر الامكان. الملاحه البحريه هتكون معتدله سواء في البحر المتوسط او البحر الاحمر, لان عندنا هدوء في سرعات الرياح. فالحمد لله الاجواء مستقره خلال هذه الفتره, سقوط امطار خفيفه هي دي الحاجه اللي ممكن تكون موجوده بالنسبه للامطار. الامطار الخفيفه دي بتسقط على مناطق من السواحل الشماليه وايضا مناطق من الوجه البحري. قد تمتد خطرات من الامطار الخفيفه على القاهره, ولكنها على امطار متفرقه على اماكن متفرقه, وده بيكون في الساعات المتاخره ليلا. ولكن بالنهار احنا الجو تمام, يعني ما فيش حاجه, شويه برد بس. البرد موجود بالنهار وفرص الامطار خفيفه سواء كان بالنهار او بالليل, ففرص امطار خفيفه على مناطق دون الاخرى. تمام. طب حاله البحرين يا دكتور النهارده عامله ازاي؟ معتدله ان شاء الله الاعتدال. يعني كان في اضطراب شديد خلال الايام اللي فاتت, ولكن الاضطراب خلال هذه الايام ضعيف وغير مؤثر على الانشطه البحريه. هل مع اقتراب فصل الربيع بيكون في شبوره صباحيه؟ يعني نصيحه حضرتك للسائقين في اوائل اليوم انه بينزلوا الصبح بيلاقوا شبوره, ولا الجو خلاص مش هيكون في شبوره الايام الجايه؟ أنا بقول لحضرتك خلال الأيام اللي جاية الشبورة موجودة خلال ساعات النهار خاصة بعد الفجر, وبتستمر معانا لغاية الساعة 9:10 صباحا. كل ما اقتربنا من طرق زراعية أو طرق قريبة من مسطحات مائية بتزيد كثافة الشبورة وتقلل الرؤية الأفقية. تمام. فيعني احنا في المعتاد أو في الطبيعي إن الرؤية إن شاء الله هتكون متحسنة على الطرق, والشبورة هتكون غير مؤثرة بإذن الله. تمام. بشكر حضرتك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات وتحليل بهيئة الأرصاد الجوية. بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة.